في أي إطار ترى هذا الإجراء الجديد بإغلاق دار نشر إسلامية في فرنسا بزعم اشتباه وزير الداخلية بارتباط الدار بأنشطة انفصالية كما ادعى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. لا شك هذه الخطوة هي ضمن سلسلة عدوانية عنصرية واضحة في حرب الإسلام والمسلمين تحت غطاء وتحت يعني كما يقولون محاربة الإرهاب. هكذا تفعل فرنسا، فرنسا تريد أن تحارب القوانين الإسلامية، النظام الإسلامي، تعاليم القرآن الكريم، وإلا ما معنى أن تقوم بإقفال دور النشر، هذا دار النشر الذي ينشر عن الجهاد أو يتحدث عن الإسلام، يتحدث عن الدين وعن الشريعة منذ وقت طويل. يعني هذه مؤسسة نوى معروف إصداراتها، واضحة هذه الإصدارات، الآن يريدون اتهامها بأنها تتحدث عن الإرهاب لأنها تتكلم عن الجهاد. يعني صار الجهاد إرهابا، الجهاد الذي يتحدث عنه القرآن الكريم في معظم مواطن آيات الله تبارك وتعالى، وبالتالي هذه الحرب واضحة على الإسلام والمسلمين، وليست حرب على مجموعة أو حرب على يريدون اعتقال هؤلاء الذين هم في دار النشر في نوى أو في غيرها، أو يريدون اعتقال أفراد ينتمون إلى تنظيمات إسلامية معينة أو على صلة بتنظيمات إسلامية. أعتقد بأن هذا واضح جدا للقاسي والداني بأن هناك منظومة كاملة، إدارة فرنسية كاملة تحارب الحجاب، تحارب تعاليم الإسلام، تحارب الأسرة المسلمة، تحارب المساجد، تجعل رقابة على المساجد، رقابة على الخطاب داخل المساجد، رقابة حتى على التربية المنزلية داخل الأسرة في البيت المسلم، وبناء عليه دخلوا في تفاصيل الحياة الإسلامية. فهذه حرب لا هواد فيها، حرب تستهدف الإسلام والمسلمين.